التسول الإلكتروني منتشر عالميا، بالإنجليزية إنترنت بيجينج، لا يختلف عن التسول التقليدي المتعارف عليه، لكنه خلف الشاشات، وأحيانا يكون المتسول مجهولا وغير معروف. ظهر مع بداية الإنترنت وعن طريق منظمات غير ربحية بإرسال بريد إلكتروني للشركات لطلب أموال للمحتاجين. صحيفة بوستن جلوب كتبت عن الظاهرة وكشفت أن بعض المشردين لديهم مدونات ويسعون من خلالها للحصول على تبرعات، كما أن هناك منتديات لتبادل أفكار التسول، كما تختلف طرق التسول لتصل إلى النصب بانتحال أسماء جمعيات ذات شهرة في عمل الخير والتسول من خلال صفحات وهمية. من الأمثلة أيضا التسول بطلب مبالغ زهيدة، مثل الأمريكي ريتشارد شميد الذي تسول على شبكة الإنترنت بعنوان أعطني دولارا واحدا، وبالفعل جمع أكثر من 30,000 دولار من المتبرعين في فترة بسيطة. أيضا كارين بوسناك مديرة تنفيذية سابقة في إحدى القنوات التلفزيونية التي طالبت صراحة من المتبرعين سداد ديون بطاقتها البنكية التي تراكمت نتيجة إدمانها على الشراء الإلكتروني للإكسسوارات والعطور من الماركات العالمية باهظة الثمن.